أحسن الله إليكم. سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: بيني وبين والدي خلاف في موضوع الزواج، فأنا أريد اختيار زوجتي بنفسي، لكن والدي يرغب الاختيار بنفسه ومن داخل الأسرة، وأنا أرفض اختياره، فنشبت بيننا مشاكل. اختيار والدي لا يناسبني ولا يسعدني في حياتي الاجتماعية كما أرى، وبسبب الزواج صارت تلك المشكلة حتى انفصلت عنه لمدة 5 أعوام. لا يوجد سبب آخر إلا الزواج. هل خلافي مع والدي أكون فيه عاق له وهو في زواجي؟ وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا وتوجهون والدي؟ أولا ينبغي التفاهم بينك وبين والدك والصلح بينكما، ولو تنازل أحدكما عن رأيه لرأي الآخر لتحقيق المصلحة والوفاق. فإذا لم يحصل هذا وتعصب الوالد لرأيه فلا تلزمك طاعته في هذا، بل عليك أن تختار الزوجة الصالحة لنفسك، والأمر يتعلق بك ولا يعد هذا من العقوق لوالدك، لأن هذا شيء من حقك. نعم.